السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ الباب الأولاني، مادة دراسات إحصائية متقدمة. الباب الأولاني العينات. العينات تعتبر أحد الأساليب الإحصائية المستخدمة لجمع البيانات عن الظواهر المختلفة عشان أحللها وأتنبأ بسلوكها في المستقبل لاتخاذ قرارات على أسس علمية. وعندي ثلاث أنواع أو الأساليب الإحصائية دي تنقسم إلى ثلاث أنواع: في أسلوب اسمه أسلوب الحصر الشامل، وأسلوب آخر اسمه أسلوب الحصر الجزئي، والأسلوب الثالث اسمه أسلوب المعاينة. يعني عندنا ثلاث أساليب: حصر شامل، حصر جزئي، وأسلوب معاينة. الحصر الشامل ده الأسلوب الأولاني، ده إن أنا بدرس المجتمع بالكامل دراسة إحصائية شاملة بهدف الحصول على معلومات إحصائية شاملة لخاصية أو ظاهرة معينة من خصائص المجتمع. ومن أكبر الأمثلة عليه أما أجي أعمل تعداد سكان لازم أدرس المجتمع بالكامل اللي إحنا بنعمله كل 10 سنين، ده ما ينفعش إن أنا أدرس جزء منه. من عيوبه طبعا إن هو بيتطلب وقت كبير، مجهود كبير، تكاليف مالية كبيرة، بس طبعا النتائج بتاعته بتكون إيه شاملة وبتكون إيه أكثر دقة. النوع التاني هو أسلوب الحصر الجزئي، هنا ان انا بدرس جزء بس من المجتمع بدل ما بدرس المجتمع بالكامل اللي هو الجزء الاكبر للظاهره، ويستبعد الجزء الاخر من المجتمع ان اهميته بتكون ايه مش بنفس اهميه الجزء الاولاني، او بيبقى فيه صعوبات او مشاكل لان انا قمت بدراسته هو الاخر. الاسلوب الثالث هو اسلوب المعاينه، وبيعتبر ده من افضل الطرق العلميه المستخدمه في دراسه جميع المجالات. المعاينة بتتم بتدرس جزء من المجتمع وبتهدف إلى تقدير المعالم الرئيسية من خلال عينة أخذت من المجتمع، أي بتتوافر فيها خصائص المجتمع الأصلي، ده لتخفيض أخطاء المعاينة إلى حدها الأدنى، وبالتالي توفر لي في الوقت وفي الجهد وفي التكلفة. بيتم اختيار الأسلوب الإحصائي المناسب لجمع البيانات وفقا لعدة معايير. أولا طبيعة المجتمع، طبيعة المجتمع يعني عدد مفرداته، إمكانية تلف مفرداته أثناء الحصر، قد يكون مجتمع الدراسة محدود ولا معروف عدد مفرداته ولا مجتمع غير محدود، ده أول عنصر بيأثر في اختيار الأسلوب الإحصائي. العنصر الثاني الهدف من الدراسة، إذا كان الهدف هو الحصول على بيانات إحصائية شاملة عن وحدات المجتمع الإحصائي يكون من الضروري أن طبعا أستخدم الحصر الشامل زي تعدادات السكان. كمان من الحاجات اللي بتحدد الأسلوب الإحصائي مدى تجانس الوحدات الإحصائية. التجانس يقصد بيه تطابق الخصائص بين وحدات المجتمع، فإذا كانت الوحدات المجتمع متجانسة من حيث الخصائص فبيعتبر أسلوب المعاينة هو الأسلوب المناسب. البند اللي بعد كده الدقة المطلوبة والوقت المخصص. طبعا لو الوقت المخصص كبير ممكن أعمل حصر شامل، لكن لو الوقت قليل بضطر إلى الحصر الجزئي أو المعاينة. كذلك عايز درجة دقة عالية فبيفضل دراسة المجتمع. الدقة بتقل طبعا كل ما ايه دخلت على الحصر الجزئي او اسلوب العينات. النقطة الثالثة الامكانيات المالية والبشرية المتوفرة، يتطلب الحصر الشامل تكاليف مالية وبشرية كبيرة تكون في اغلب الاحيان العائق امام هذا النوع من الدراسات. بالنسبة لمزايا العينات، هناك العديد من المميزات التي يمكن تحقيقها من استخدام العينات. منها استخدامها طبعا يوفر يؤدي الى توفير في الوقت في الجهد في التكلفة. من خلال استخدام العينات نقدر نحصل على معلومات تفصيلية أكتر بكثير من المعلومات التي يمكن الحصول عليها من مفردات المجتمع. ممكن تعطي بيانات نتائج أكثر دقة من النتائج اللي تعطيها الحصر الشامل، نتيجة أن بيتم دراسة جزء فقط وليس المجتمع بالكامل. ولكن طبعا عندنا هناك بعض العيوب في العينات، زي تحتوي النتائج اللي بنصل إليها من العينة على قدر كبير أو قدر من الخطأ يطلق عليه أخطاء المعاينة، ذلك بالإضافة إلى الأخطاء العادية التي تتعرض لها الدراسة. مين تلعب الصدفة دورها وتكون العينة التي تم اختيارها غير ممثلة للمجتمع، مما يؤدي إلى استنتاج صورة غير حقيقية عن المجتمع. وكمان بنلاقي نحتاج في بعض الأحيان لدرجة مرتفعة جدا من الدقة قد لا تتحقق إلا من خلال عينة كبيرة الحجم بصورة لا تختلف كثيرا عن دراسة المجتمع بالكامل. بناخد بقى شوية تعريفات مهمة لازم نكون عارفينها. المجتمع الإحصائي هو كل المفردات المطلوب دراستها، أو كل المفردات اللي بتتعلق بخاصية أو ظاهرة معينة من المجتمع. الوحدة الإحصائية
هي المفردة الأساسية من المفردات التي تشكل المجتمع الإحصائي المدروس. العينة جزء من المجتمع بيتم دراستها وتعميم النتائج على المجتمع بالكامل. من أنواع العينات اللي إحنا لازم نكون عارفينها، عندنا 4 أنواع من العينات، منها المعاينة العشوائية البسيطة، المعاينة العشوائية المنتظمة، المعاينة العشوائية الطبقية، المعاينة العنقودية. بناخد بقى مثال كده على المعاينة العشوائية. فرض إن أحد المجتمعات بيتكون من 5 مفردات، 18، 25، 23، 20، 24. مطلوب إيجاد متوسط وتباين المجتمع، إيجاد جميع العينات العشوائية اللي يمكن اختيارها من مفردتين، ثم أوجد متوسط هذه العينات، ج أوجد تباين الوسط الحسابي للعينة العشوائية البسيطة. الحل، أول حاجة باخد القيم اللي موجودة قصادي، عارف إن النون بـ5، بحسب متوسط المجتمع وتباين المجتمع كالتالي. هنزل القيم اللي هي سين، الأرقام اللي هو مديها لي 18، 25، 23 لحد 24، وبعدين أنا حاسب قبل كده متوسط المجتمع تحت ميم، ميم من تحت هو باين مد سين على نون، يعني 110 على 5 فيها الـ 22. فبعمل العمود التاني في الجدول سين ناقص ميم، باخد كل قيمة من سين وأطرح منها ميم اللي هي طالعة 22 تحت، بيطلع الأرقام عندي سالب 4، 3، 1، سالب 2، 2. بعدين أربع العمود التاني يطلع العمود التالت سين ناقص ميم تربيع، وأجمعه يطلع 34. بقى عندي متوسط المجتمع زي ما ظهر تحت ميم بـ22، تباين المجتمع سيجما تربيع، مجموع سين ناقص ميم لكل تربيع على نون، 34 على 5 فيها 6.8. بالنسبة بقى عدد العينات اللي ممكن إن احنا نختارها من مفردتين من وسط مجتمع يتكون من 5 مفردات، بجيبه بالقانون 5×2. لو عملتها اللي هي الـ NCR على الآلة الحاسبة، 5×2 هتطلع بـ10 عينات، وهنوضحهم في الجدول التالي. ايه هم الـ10 عينات اللي من 5 ل 18، 25، 23، 20، 24. الـ5 مفردات دول هختار منهم مفردتين بالشكل التالي. نبص كده، رقم العينة عندي من 1 لحد 10، دول الـ10 عينات اللي احنا اتفقنا عليهم. اول عينة مثلا خدت 18 مع 25، او 18 مع 23، او 18 مع 20، او 18 مع 24، بعد 25 مع 23، 25 مع 20، 25 مع 4، كل خدت كل رقمين يمكن يجوا مع بعض مع بعض، اداني 10 عينات. رحت جبت متوسط العينات، خد جمعت كل رقمين وقسمت على 2، اداني المتوسطات بتاعتهم. جمعت العمود الثالث اللي هو متوسط العينات، طلع لي مجموع س شرطة 220. العمود اللي بعد كده الرابع س شرطة ناقص م، خدت س شرطة متوسط كل عينة، طرحت منه ال 22 متوسط المجتمع اللي موجود في الجدول السابق، وبعدين ربعته وجمعت طلع 25.5. هنلاحظ بقى كده بقى ان متوسط المجتمع 22، لكن متوسطات العينات اختلفت عنه، كلها ما طلعتش 22 بالظبط، وده يؤكد على انه ليس من الضروري ان يتساوى متوسط العينه الواحده مع المتوسط الحقيقي للمجتمع. متوسط العينات العشرة بقى، مجموع س شرطه على 10 يديني س شرطتين، 220 على 10 فيها 22. هلاحظ ان هو نفسه متوسط المجتمع، ونعبر عن ذلك احصائيا بالقول بان توقع الوسط الحسابي للعينه العشوائيه البسيطه يساوي متوسط المجتمع كله. وبالتالي يمكن القول بان الوسط الحسابي للعينه العشوائيه البسيطه تقدير غير متحيز لمتوسط المجتمع، ويعبر عنها توقع س بيساوي م. بعد كده عندي تباين الوسط الحسابي للعينه العشوائيه البسيطه، بحسبه بطريقتين، هناخد منها طريقه وخلاص. التباين بيساوي مجموع س ناقص م كل تربيع على عدد العينات، 25.5 على 10 فيها 2.55. الباب التاني اللي عندنا بعد كده اسمه تحليل التباين، ده انا بستخدمه عشان اعرف اذا كان في فرق او في اختلاف جوهري بين متوسطات 3 مجتمعات او اكتر ولا لا. اي يستخدم هذا الاختبار في حالة اكتر من عينتين. الشروط بتاعته ان يكون هناك اكتر من عينتين، أن تكون المجتمعات موزعة توزيع طبيعي، تتبع التوزيع الطبيعي يعني، أن تكون المجتمعات ذات تباين متساوي. وهنبدأ بتحليل التباين في اتجاه واحد. يقوم هذا التحليل على اختبار معنوية الفرق بين عدة متوسطات من وجهة نظر واحدة، اللي هي الأعمدة أو المجموعات. الخطوات بتاعة الحل، بطلع البيانات التالية: مد ص مجموع القيم كلها، مد ص تربيع مجموع مربعات القيم، نون عدد القيم الكلي، كاف عدد الأعمدة أو عدد المجموعات أو عدد العينات.
نبدأ بقى خطوات الاختبار. أول حاجة بالفرد الأصلي، ميم واحد يساوي ميم اتنين يساوي ميم تلاتة، متوسط الإيه؟ المجتمع الأول يساوي التاني يساوي التالت. الفرد البديل متوسط واحد على الأقل مختلف. مستوى المعنوية ألفا بيساوي 5%، مقياس الإحصائي المناسب توزيع ف. بعد كده العمليات الحسابية خامسا، عن طريق الخطوات بقى القوانين، مجموع مربعات الكلي أو الميم ميم كاف، مد ص تربيع ناقص مد ص الكلي تربيع على ن. 2 مجموع مربعات بين الأعمدة ميم ميم ب، مج عين 1 تربيع على ن 1 زائد مج عين 2 تربيع على ن 2 زائد نقط في الآخر خالص ناقص مج ص الكلي تربيع على ن. حيث ن حجم العين الكلي، ن 1 حجم العين الأولى، ن 2 حجم الثانية، ن 3 حجم الثالثة لو عندك، مج عين 1 مجموع العمود الأول، مج عين 2 مجموع العمود الثاني، كف عدد الأعمدة أو عدد العينات أو عدد المجموعات. وبعدين ده شكل جدول تحليل التباين. الخطوة اللي بعد كده، خمس أعمدة، مصدر الاختلاف، مجموع المربعات، درجات الحرية، متوسط المربعات في المحسوبة. وبعد ما طلع فيه المحسوبة بتاخذ القرار، بتاخذ القرار إيه إذا كان قبول الفرد الأصلي ولا قبول الفرد البديل. فإذا كانت فيه المحسوبة في الجدول أصغر من فيه النظرية تم قبول الفرد الأصلي ورد الفرد البديل. تمرين عندنا اهو، لدراسة ما إذا كان نوع الشركة يؤثر في متوسط ربحيتها بمليون جنيه، تم سحب أربع عينات، الأولى من شركات المساهمة حجمها سبع شركات، والثانية من شركات الأشخاص حجمها خمس، الثالثة حجمها ست، والأخيرة حجمها أربعة. تم رصد متوسط ساعة الاستذكار اليومي لكل منهم ووصفت النتائج كما في الجدول التالي. ده شكل الجدول اهو، مديني شركة مساهمة أربع عينات، مساهمة أشخاص ذات مسؤولية محدودة تضامن، وديني عدد الساعات. هلاحظ من هنا من الجدول إن حجم العينة الأولى 1 2 3 4 5 6 7 7 مفردات، يعني نون 1 ب 7. حجم العينة الثانية بتاعت شركات الأشخاص 1 2 3 4 5. حجم العينة اللي بعدها 1 2 3 4 5 6 ذات المسؤولية المحدودة 6، نون بساعات 2 3 تضامن عامل 4، نون 1 بتاعتها 4. مجموع العمود الأولاني 30، مجموع العمود الثاني 25، 16 16، والمجموع الكلي ب 87. مطلوب معرفة ما إذا كان هناك اختلاف جوهري في متوسط ربحية الشركات الأربعة ولا لأ، أو هل تؤثر نوعية الشركة على متوسط ربحيتها بفرض أن المجتمعات موزعة توزيع طبيعي، والداني يكون في الجدولية 3.16%. هنا بتجهيز البيانات أي 1 2 نون 3 نون 4، جبت مجسات 87، مجسات تربيع 439، نون الكلية بـ 22، كف عدد الأعمدة بـ 4. بعد كده بحط الفرد الأصلي، ميم 1 يساوي 2 تساوي 3 يساوي 4، فرد البديل متوسط 1 على الأقل مختلف، مستوى المعنوية 1005%، المقياس الإحصائي توزيع فيه، وبعدين العمليات الحسابية. هنا جبت ميم ميم كاف، مجموع مربعات الكلي طالع 94 95%، مجموع مربعات الأعمدة بين الأعمدة ميم ميم ب طالع 16 و19%. من الجدول هنا بلاحظ ان قيمة فيه المحسوبة طالعة 1.23%. بمقارنة بقى قيمة فيه المحسوبة مع فيه الجدولية، المحسوبة طالعة 3.16 والنظرية 3.16 والمحسوبة طالعة 1.23، يعني المحسوبة أصغر من النظرية. يتم قبول الفرد الأصلي، يعني مفيش اختلاف في متوسط الأرباح في الشركات الأربعة. الباب اللي عندي بعد كده الإحصاءات اللامعلمية، مجموعة من الاختبارات زي اختبارات الفروض، تستخدم في حالة عدم معرفة أي معلومات عن شكل المجتمعات المسحوب منها العينة، أو في حالة المجتمعات المسحوب منها العينات لا تتبع التوزيع الطبيعي. أنواع الاختبارات أو الإحصاءات اللامعلمية، إحصاءات لامعلمية خاصة بعينة واحدة زي كتربيع لاستقلال خاصيتين وكتربيع لجودة التوفيق، وكلوموجروف سمير نوف عينة واحدة، خاص بعينتين زي سمير نوف لعينتين واختبار مانويتني ويلكوكس، إحصاءات أكتر من عينتين زي كروسكال واليس وفريدمان. بالنسبة لإحصاءات اللامعلمية الإيه في حالة عينة واحدة كتربيع لجودة التوفيق، متى يستخدم هذا الاختبار لمعرفة هل العينة مسحوبة من مجتمع معين ممثلة لهذا المجتمع ولا لا؟ معطيات التمرين،
جدول بيبقى فيه فئات وتكرارات، تكون الفئات وصفية وليست رقمية بجوارها شرط. بالنسبة للإيه؟ خطوات الاختبار: واحد، الفرض الأصلي، تكرارات المشاهدة بتساوي التكرارات المتوقعة، بديل المشاهدة لا تساوي المتوقع، مستوى المعنوية ألفا 5%، المقياس الإحصائي اختبار كات ربيع لجودة التوفيق. بعد كده عندي بقى الإيه؟ العمليات الحسابية، أول خطوة بجيب التكرارات المتوقعة كاف المقدرة بتساوي مجموع التكرارات على عددها. الخطوة الثانية تم تكوين جدول لإيجاد كا تربيع المحسوبة، حيث كا تربيع المحسوبة بتساوي مجموع كا ناقص كاف المقدرة تربيع على كاف المقدرة. ده شكل الجدول اللي احنا هنعمله، كاف كاف المقدرة الفرق، بعدين مربع الفرق، وأخيرا مربع الفرق على كاف المقدرة، وأجمع العمود الأخير تطلع مجموع هو يمثل كا تربيع المحسوب. بعدين القرار، يتم رسم منحنى كتربيع وحدد منطقة القبول ثم اتخاذ القرار باستخدام القيمة الجدولية، كما يمكن الوصول لنفس القرار من خلال مقارنة كتربيع المحسوبة بقيمة كتربيع الجدولية، فإذا كانت المحسوبة أكبر من أو تساوي الجدولية نرفض الفرض الأصلي، إذا كانت المحسوبة أصغر من الجدولية بنقبل الفرض الأصلي. معنا مثال أهو، صحبة عيان عشوائي من 33 عميل من مدينة القاهرة لمعرفة تفضيلاتهم بالنسبة للأنواع المختلفة من السيارات، تم الحصول على النتائج التالية: نوع السيارة وعدد العملاء. هل هذه العينة تعكس تفضيلات العملاء والمجتمع بالنسبة للأنواع المختلفة للسيارات ولا لا؟ وده بيقول لي إذا علمت أن مديني كتربيع الجدولية بـ 11.7%. هنا هو الواضح، نزلت جبت عندي نون مج كاف 33، كاف المقدرة مج كاف على عدد التكرارات عاملة 5.5، وبالتالي نعمل بقى الجدول التالي. خطوات الاختبار: الفرض الأصلي، تكرارات المشاهدة تساوي المتوقعة، فرض البديل لا تساوي، مستوى المعنوية 5%، المقياس الإحصائي اختبار كتربيع لجودة التوفيق. واضح من الجدول ده إن كتربيع المحسوبة طلعة 3.2 من 10، كتربيع المحسوبة 3.2 من 10، كتربيع الجدولية هو مديالي 11، يبقى المحسوبة 3.2 أصغر من الجدولية 11. لو رسمت الرسم برسم رسمة زي دي وحط الجدولية 11، هنا واضح ان مقارنة الاول الكتربيع المحسوبة مع كتربيع الجدولية انها اصغر، فممكن نقبل الفرض الاصلي ونرفض الفرض البديل، والعينة تمثل المجتمع. ممكن الرسمة دي زيادة بنعملها من عندنا، منطقة القبول ومنطقة الرفض، واضح ان 3.2 من 10 وقع في منطقة القبول، يعني نقبل الفرض الاصلي برضه. احصاءات اللامعلمية في حالة اكتر من عينتين هنقصد بقى اختبار كروسكال واليس. خلي بالك ما الفرق بين اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد واختبار كروسكال واليس. تحليل التباين في اتجاه واحد بيستخدم للمقارنة بين المتوسط أكتر من عينتين، كروسكال واليس يستخدم للمقارنة بين المتوسط أكتر من عينتين. المجتمعات المسحوب منها العينات موزعة توزيع طبيعي في تحليل التباين، أما في اختبار كروسكال واليس بتكون غير موزعة توزيع طبيعي. في تحليل التباين بيكون تباين المجتمعات متساوي، كروسكال واليس أن يكون تباين المجتمعات غير متساوي. خطوات الاختبار بقى بتاعت كروسكال: الفرض الاصلي لا يوجد اختلاف جوهري بين متوسطات العينات، فرض البديل يوجد اختلاف، مستوى المعنوية 5%، المقياس الاحصائي اختبار كروسكال، وبعدين العمليات الحسابية. في العمليات الحسابية بنرتب ترتيب قيم العينات معا، كل العينات مع بعض بجمعها مع بعض واحط ترتيب تصاعدي، اصغر قيمة في العينات كلها تاخد 1، اللي وراها تاخد 2، اللي وراها تاخد 3، فبيبقى عندي رتب للعينة الاولى، رتب للعينة الثانية، رتب للعينة الثالثة. اجمع رتب كل عينه يطلع لي ريه 1، اجمع رتب العينه الثانيه يطلع لي ريه 2، اجمع رتب العينه الثالثه يطلع لي ريه 3، وعندي نون 1 ونون 2 ونون 3، حجم العينه الاولى والثانيه والثالثه. طبق القانون كتربيع المحسوبه 12 على نون في نون ناقص زائد 1 في ريه 1 تربيع على نون 1 زائد ريه 2 تربيع على نون 2 زائد ريه 3 تربيع على نون 3 زائد نقط ناقص 3 في نون زائد 1. وبرده هنا بشوف القيمه المحسوبه تقع في منطقة القبول ولا في منطقة الرفض عشان أحدد مدى قبول أو رد الفرض الأصلي. ده تمرين هوت، صاحبة ثلاث عينات عشوائية من فواتير المبيعات الخاصة بثلاث شركات تجارية، حجمها الشركة ألف 6 والعينة الثانية 6 والعينة الثالثة 8، ده متوسط المبيعات كما بالجدول التالي. مطلوب معرفة ما إذا كان اختلاف جوهري في متوسط مبيعات الشركات الثلاث بمستوى معنوية 5% ولا لأ، كتربيع الجدولية 5.99. خطوات الاختبار زي ما موجوده قصادي: الفرض الاصلي لا يوجد اختلاف جوهري بين المتوسطات، الفرض البديل يوجد، مستوى المعنويه الفا 5%، المقياس الاحصائي كتربيع كروسكال واليس،
العمليات الحسابية ببدأ أعمل الجدول التالي مع توابع الترتيب التصاعدي. أدي أهو العينة الأولى حطيت لها الترتيب بتاعها، أصغر قيمة تاخد واحد، اللي وراها اتنين، اللي وراها تلاتة. العينة التانية وحطيت لها الرتب بتاعتها، العينة التالتة وحطيت لها رتب. وخلي بالك إن الرتب هنا بتتحط لجميع العينات مع بعض، يعني ببص على العينة الأولى والتانية والتالتة، أصغر قيمة تاخد واحد، اللي وراها تاخد اتنين، اللي وراها تاخد تلاتة، في العينات التلاتة سوا. وبعدين اجمع رتب العينه الاولى يطلع عليه 1 ب 40، رتب العينه الثانيه عليه 2 67، رتب العينه الثالثه عليه 3 تطلع ب 103. بعدين ابدا احسب كتربيع المحسوبه بالقانون بتاعنا، 12 على نون في نون زائد 1 في ر 1 تربيع على نون 1 زائد ر 2 تربيع على نون 2 زائد ر 3 تربيع على نون 3 ناقص 3 في نون زائد 1. بتطلع القيمه بتاعت كتربيع الايه المحسوبه، أو زي ما احنا شايفين كتربيع المحسوبة طالعة 3.88، والجدولية اللي هو مديها لي طالعة 5.99، يبقى معنى كده إن المحسوبة واقعة في منطقة القبول، فالقرار نقبل الفرض الأصلي ولا يوجد اختلاف جوهري بين متوسطات العينات.